اهلا وسهلا بكم من جديد متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا. تحيه لكل متابعينا. وصلنا لمساحه مهمه شديد كل الناس بتنتظرها من خلال يوم الخميس، ومشاوير فنيه ممتده لفنان بدا حياته وواصل فيها والان هو موجود معنا، كفاح محمد عثمان مهدي. اهلا وسهلا بك، مساء الخير. مساء النور عليك. ان شاء الله مرحبا بك كثير. الله يخليك. كفاح، خلينا نقول انه اول مساحه كانت بالنسبه لك وكان عندها يعني وقع خاص، مركز شباب أم درمان كان عنده دور كبير جدا في اكتشاف كفاح واكتشاف موهبته. جدا كبير. تكلمنا جداً. بديت 200 معاهم وكنت بتشتغل معاهم شنو؟ ليالي ثقافيه، منتديات؟ تمام. المركز انا اول يعني علاقتي به وكده نزلت كان في فصل الموسيقى، ومن هنا انا شاكر جدا للاستاذ عبد الرازق، دعمني جدا وما قصر معانا. فانا طلعت كده من الفصل بتاع مركز شباب أم درمان. جميل. طيب نحن ندي الناس اول حاجه افتتاحيه، حنغني لهم شنو كترحيب وبدايه؟ نمشي عشناك غنى. عشناك غنى. طيب نسمع. عشناك هنا يا أجمل هنا، عشناك هنا يا أجمل هنا، إن شاء الله في عوشها هادية جنات لي هنا، يا الله في عوشها هادية جنات لي هنا. سعادة حلوة غيرنا يعيش بهمه، نعيش سعادة حلوة غيرنا يعيش بهمه، شايلين المحنة همنا نبني جنة، شايلين المحنة همنا نبني جنة. المحنة
حنا أما أنا أبني جنة أما أنا أبني جنة جنات لي منا سلام يا كفاح، نحن بنحييك. ويمكن كفاح عنده مساحة مهمة شديدة اتجه لها الآن الشباب، وعموما يعني الجمهور أصبح عنده مساحة خاصة من فن الغناء الشعبي. علاقتك به شو؟ علاقتي بالغناء الشعبي كبيرة جدا. يعني أنا بدايتي كده بديت شعبي، بديت شعبي. ما كان صعب بالنسبة لك؟ بالعكس بالعكس، يعني بالنسبة لي كان أسهل حاجة. فشاركت في ليلات كثيرة في اتحاد الغناء الشعبي، وكان عندي عضوية. عندك عضوية في فن اتحاد الغناء الشعبي؟ أيوة. ما لقيت صعوبة في الانضمام للاتحاد؟ لا بالعكس، كان مرحب بي. في مساحات الصوت وفي الغنى دائما بتلقى انه الاصعب والاسهل بالنسبه لك ما بين الغنى الحديث وما بين الغنى الشعبي، الاسهل بالنسبه لك شنو؟ والله يا اخي الاثنين واحد. والله الاثنين واحد. جميل. طيب بتلقى انه في فنان بيحب واحده من او بيميل لواحد من الجوانب دي، يا اما الغنى الشعبي يا اما الفن الحديث بصوره عامه. أيوة. كفاح بيلقى نفسه وين فيهم الاثنين؟ يعني الاكثر ميلا والاكثر حبا بالنسبه لك؟ طيب الشعبي. أيوة. الشعبي ده انا بحبه شديد، بحبه شديد. ف يعني حاجه كده جواي. جميل. يعني انا ما بفضل بين هنا وبين هنا. جميل. بالرغم من كده عندك 6 اعمال. أيوة. اعمالك الخاصه اللي انت عملتها هي ما بين كده ما بين الفن الحديث ولا فيها شيء من الشعبي؟ فيها شيء من الشعبي. فيها شيء من الشعبي. اتعاملت مع فنانين ومع شعراء؟ ايوه فعلا. طيب جميل. احنا بعد ما نسمع العمل الثاني حنجي راجعين نشوف منو الفنانين اللي تعاملت معاهم والشعراء وعلاقتكم فيما بينكم. حنسمع شنو المساحه الجايه؟ كلمه سمحه فيك شويه، كلمات وألحان مهدي مصطفى. جميل، نبقى نسمع ونرجع. شوي قول السمحة فيك شوي، في المنات بتوزني مية وما تمر جيل، خايف يسحروك يا بنية. أو
جوا ما خليتي فيني مروه ما تمرقي اوعد مرقه ادخلي جوا ما خليتي فيني مروه ما تمرقي يوشيك والقمر ونسو النايرة مجابينا ضاء وشيك والقمر ونسو النايرة مجابينا حوما ولدت شبيهك حوما تنورقي خايف يسحروك يا بنيا نسمح فيك شوي في المناد بيدوزني بيوم تنورقي خايف يسحروك يا بنيا تمسى شايل همك قاس يا بل علي ما يهمك ما تمرقي مما تمسى شايل همك قاس يا بل علي ما يهمك ما تمرقي لا ميدان ابوك وامي يرضوا بحناني يا امي لا ميدان ابوك وامي يرضوا بحناني يا امي ما يعتب علي ولد عمي اتبع علي وادعم اشيل من دمي واحفظ دمك حلات وفي فمي شعرك ونمك ما تمرقي خايف يسحروك يا بنيا بسمح فيك شوية في البنات بيدوزني بيوم ما تمرقي خايف يسحروك يا بنيا سمحة فيك شوي كلمة سمحة فيك شوي قول السمحة فيك شوي كلمة سمحة فيك شوي قول السمحة فيك شوي كلمة سمحة فيك شوي قول السمحة فيك شوي كلمة سمحة فيك شوي كلمة سمحة فيك شوي قول السمحة فيك شوي في البنات بيدوزني بيوم سلام. شكرا لك يا كفاح على الأداء الرائع وشكرا كمان للفرقة الموسيقية المصاحبة مأمون وموسى ومجتبى نحن بنحييكم ونشكركم جزيل الشكر وبنتواصل معاكم يمكن أنا قبل الأغنية كنا بنتكلم عن أنه في كثير من الشعراء والملحنين اللي تعاملت معهم منو من الشعراء والملحنين اللي تعامل معهم كفاح؟ تعاملت مع الشاعر الأستاذ هاشم مكي تعاملت معه في 3 أعمال ومن هنا أنا شاكر له جدا وملحن تلحين استاذ مصطفى استاذ مصطفى كيف علاقتكم كيف كفنانين فيما بينكم كفنانين شباب يعني بتتلاقوا بتحاولوا تاخذوا اراء بعض في الاعمال الجديده اللي بتنتجوها ولا في انعزال فيما بينكم يعني بالعكس يعني انا كفاح ده لو في مثلا عمل داير يشتغله استشير طبعا هو اصحابي وزملائي وبالضروره هم برضه بيشاركوك في اعماله ايوه جميل رغم كده بيكون في اتهامات كثيره بيقولوا انه الجيل بصوره عامه او الفنانين الشباب ما بيقدموا حاجه كويسه في او محتوى يعني ثار في الساحه الفنيه رايك شنو في الاتهامات دي والله رغم انه عندك 6 أعمال خاصه يعني مجتهد طيب انا في النقطه دي بقول لك انه يعني ما في حاجه جديده في السوق انت علي كده يعني مثلا الليله فلانه طلع اغنيه بكره السودان كله داير يغني الاغنيه دي يعني الشباب في الزمن ده ما بيجتهدوا عشان واحد مثلا يعمل اعمال خاصه حاجه جديده ما في طيب لا همك عذابنا طيب اسمع اللحن ونرجع نتواصل معاكم في آخر المحاور
كفاح في فنانين بالتأكيد بتكون اتأثرت بيهم خلال مشوارك الفني، منو من الفنانين اللي تأثرت بيهم شديد؟ طيب والله يا أخي أنا ما تأثرت بيه زول، لكن كان عندك لونية خاصة. أيوة، لكن بالضرورة بتحب تسمع ليه واحد من الفنانين؟ طيب بحب أسمع لمحمد أحمد عوض، بعدين من الجيل الحالي أيوة بحب اسمع لمامون صور الذهب. من هنا برضو انا شاكر له جدا انه يقف معي كثير وما قصر معي. جميل. كفاح نحن عندنا رساله اخيره انت عايز توديها لمنو، توجهها لمنو، عاوز تشكر فيها منو؟ والله يا اخي انا عايز اشكر فيها الاستاذ مامون، جد ما قصر معي، والاستاذ مبارك بشوق جيش، عايز اشكر كل زول كده وقف معي وكل زول دعمني وسندني. كل يوم ابقوا عافيه. امنياتك واحلامك وطموحاتك والحاجات اللي حابه انك انت تقدمها في المستقبل ان شاء الله. والله كثير لو تكلمنا فيها لبكره ما بينتهي. ان شاء الله نتمناه مشوار يعني فني مليان بالانجاز وبالعطاء، وبنشكرك كثير يا كفاح على وجودك معنا. اكيد حنسمع لحن الختام، حيكون شنو؟ قبليه نودع المشاهدين، حنسمع شنو اخر لا؟ ما همك عذابنا، ما همك عذابنا. طيب نحن بنشكرك وبنشكر كمان كل الفرقه اللي كانت موجوده معاك، وليكم متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا تحيه الصحه والعافيه لكم جميعا. اتمنى انه يكون كان يوم خفيف عليكم، تقبلوا عاطر تحياتي وتحيات فريق العمل لهذا اليوم. نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم في اتم الصحه والعافيه. اقعدوا عافيه. عرف ردنا لقاه كم قاسينا فيهم،
تمشي تخوننا انت تقول لي في الحديد ما في دل دم.